اوكي جود مورنينج ويلكم تو جيت فيت باي فيتنس زون. انا جاد ابي غصن ومعي مثل كل نهار اربعه كارين وفاليري. اليوم بصف البادي بالانس رح نعمل تراك 4 اللي هو بالانس تراك، يعني رح نجرب نلاقي التوازن تبعنا. هذا الشيء رح يساعدنا نشتغل على قوه العضلات بالاجرين والكور، وبعدين رح نعمل هيب اوبنر هو ستريتش من يوغا لمنطقه هون الهيبس. هي كثير مهمه نعملها لانه مع الوقت اذا ما عم نعمل ستريتشنج لهالاريا بصير في عنا الهيبس بصيروا تايت، بصير عنا يمكن مشاكل بالظهر، مشاكل بالموبيليتي. So try it with us today. ما نكون عايزين شيء بس المطلع، ما نكون عايزين شوز حتى. So let's start again. Music please. نرجع نهدى من الأول. So منقرب إجرينا على بعض. Okay, before we start, make sure you relax لأن البالانس يمكن مش دائما بكون على ميلتكم. Bend your knees. خلوا الشيست عالي. هلا خذوا الرايت ليج، كروس ات اوفر ومنوطي، هيدا ايجل بوز، ارمز وايد. ناخذ الكوع اليمين لتحت، شمال لفوق، اند وي راب. هلا اذا بدكم اوبشن فيكم تحطوا التوز على الارض تو فايند يور بالانس. سلولي جربوا ايديك، قربوا ايديكم لقدام وجربوا انتوا وطوا قد ما فيكم كمان. هلا إذا بتاخذوا الكتاف لتحت بلشوا تحسوا بعضلات الباك، عضلات الظهر. اوكي منغير ميله. ريليس اذر ليك كروس جو لو. نفتح ايدينا هالمره الكوع الشمال لتحت، راب اند جو لو. اف يور تايت ما فيكم عم تعملوا راب بالايدين فيكم تحطوهم هيك. جربوا قد ما يدويكم لقدام قد ما فيكم ووطوا كمان أكثر. So to help you with your balance, try to lock your abs. ريحوا نفسكم. Okay, slowly release. رح نعمل 3 poses من يوغا. Option, toes يمين على الأرض. تاني option نعليهم شوي على الكالف إذا حاسين حالكم قوية اليوم. علوها فولي لفوق وحطوا ايديكم سوا to your chest. Pray his arms. So هون جربوا كمان شدوا المعدة، رخوا الشولدرز وركزوا على نفسكم. هالبوز اسمها 3 بوز من يوغا. So جربوا علوا جسمكم قد ما فيكم. اوكي Let's try a new pose. اسمها flower pose. نلقط اجرنا. نتعج الركب. ايد لقدام. عم نفتح ركبة على جنب. منمدها قد ما فينا لورا. In a circular move. So منفتح الكتاف. ومنضلنا نبرم قد ما فينا. Okay, relax. جرب تاني ميلة. 3 pose. Option here مثل قبل. هون. أو إذا بدكم all the way up. أهم شيء ما نشد على الركبة. But this time your tree is gonna grow. So inhale all the way up. Exhale and drop your shoulders. So the benefits تبع البالانس، بالانس تراك، عم نشغل المايند اند بودي. نتعلم نتحكم بجسمنا. نقوي عضلات اجرينا والمعدة. وبتخلينا نركز، نرتاح شوي. ونبلش نهارنا بطريقة كثير حلوة. Okay, flower pose. Take your foot, bend your knees, ايد لقدام. نفتح ركبة على جنب ومنبلش نبرم ونفتح. جربوا ركزوا على نقطة على الأرض ما عم بتهز to help you balance. Okay, slowly release. هلا رح نعمل stretch على الهيبس من يوغا اسمها hip opener. So take a seat please. بذكركم البنفيتس، بنريح عضلات الباك، بنستعد الموبيليتي تبعنا، وكمان it gives you a good feeling. Cross your arm, your legs، بنعلي شوي الميوزك بليز. ناخذ رجل اليمين لفوق and flex your foot. هلا إذا هون الركبة كثير عليت، we're tight with the hips، فينا نحطها هون أو حتى هون، المهم نضل نحس بالهيبس. Sit bones on the floor. Inhale all the way up. بنعلي إيدينا all the way fully. Exhale and stretch على اليمين.
هلا وقت توتوا جربوا ما تعلوا الهبس على الارض. Inhale up again. Exhale رح روح على الشمال. Let's do it again. Breathe in. هلا next time إذا بدكم فيكم توقفوا فريش هون حسب جسمكم حسب كيف حاسين اليوم. بعد مرة inhale. Exhale وتأكدوا الكتف دايما عم بيبرم لبرا لورا. اوكي الإيد تحت ناخذ الكتف على الركبة. Lift and switch. Let's add the breath. Inhale to lift. Exhale نعمل twist من chest only. One more. Okay. Good job. نجرب تاني ميلة. Unhook. Cross again. تذكروا الاوبشن إذا الركبة عليت كتير هون فينا نرجع نحط إجرنا هون أو تحت. بس أهم شيء just flex your foot تنخلي الركبة جالسة. Sit bones on the floor. Belly in. Inhale high. هالمرة رح نروح على الشمال. إذا فيكم جربوا جيبوا الكوع على الأرض. Up again. بلش حس بالهيبس. حس بالستريتش. بعد مرتين. تعلموا تتنفسوا فولي. Take your time. Now you exhale. One last time. So from your hips all the way to your fingertips. Let it out. Okay, بناخذ الايد لتحت. هالمرة هيدا الكتف على الركبة. Inhale. Switch. Exhale. So إذا ملاحظين مع كل stretch نتنفس. آخر مرة. Okay. Swan pose. بس قبل عنا option. فيكم تفتحوا إجريكم. جيبوا الركب على 90 درجة. وتعملوا stretch للهبس انتو هون. Advanced option مد إجرنا لورا فولي ونبرم الهبس لتحت نجيب الهيل للجروين. حسوا بالستريتش تاع الهبس. Arms لقدام. Now slowly الإيد لقدام مدوها لورا. رح يصير كتفكم على الأرض والدينة كمان. So just relax here. Calm your breath. حسوا بالستريتش بالهبس والريليس باللور باك. Let's switch other side. تذكروا الاوبشن فيكم توقفوا هون اذا حاسين كثير بالستريتش. اذا بدكم اكثر بنمد اجرنا لورا. Swan pose. Square your hips. ايدين لقدام and slowly الايد لقدام. We slide it. Roll back and relax. جربوا تنفسوا. كل ما تتنفسوا اسالوا حالكم كيف معقول ترخوا أكثر تترتاحوا؟ بركي بالكتاف، بركي بالظهر. أوكي، نبرم لعندك. بعد بوز واحدة، we're gonna have fun. اسمها star pose. Heels together. منوسع ركبنا. منحط إيدينا لورا. هلأ جربوا مدون فولي وعلوا شوي sit bone from the floor. Chest is up. Lengthen your spine. أوكي، try this. Inhale, جربوا جيبوا ركب سوا. Exhale, open really wide. بعد مرة. Deep breath in. Deep breath out. And relax. Okay. So that was it لليوم. عملنا أول تراك، أول 5 minutes عملنا البالانس تراك. نشتغل على التوازن تبعنا، نقوي عضلات الاجرين المعده ونجرب نتحكم بجسمنا. عم تمرنوا المايند اند يور بودي ب 5 مينتس اونلي. تاني تراك عملنا يوغا. اوكي هيب اوبنرز ستريتشنج للهيبس. البنفيتس برجع بذكركم بنخفف الوجع باللور باك اف يو هاف اني. بتساعدنا من الموبيليتي لانه نحن شو بيصير؟ عاده كل النهار بنقضيه عم نسوق قاعدين ورا السياره او ورا المكتب عم نشتغل، ما عم نهز كثير الهيبس تبعنا، ما عم نعمل ستريتش، مع الوقت رح تسبب لنا مشكله. سو إذا فيكم كل ما يكون عندكم وقت فيكم تستعملوا ستريتشز اللي عملناهم اليوم. أول بارت كان كثير هين سايد تو سايد. Swan pose is a little bit advanced بس دايما عندكم الأوبشن. If you want more برجع بعزمكم تجوا لعنا على الصف Body Balance Class. عم نقدمه بكل فروع فتنس زون بكاسليك بداون تاون بحمرا وببعبدا. يوم كان معي فاليري وكارين وأنا جاد.
Thank you for watching. نشوفكم نحن كل جمعة كل أربعة عم نعمل soft body balance. On Monday عم تعملوا PT مع Joey. On Friday عم تعملوا group exercise مع وسيم. That's it for today. Thank you for joining and have a good day. Thank you.